يقول أعمل في مزرعة وفيها مصلى والمسجد خارج هذه المزرعة بقدر 5 دقائق، مع العلم أن الناس يجتمعون في المصلى أكثر من 10 والمسجد لا يوجد فيه إلا 3 فقط، فهل أجلس مع هؤلاء وأدعوهم إلى الله أم أذهب إلى المسجد؟ إذا كنتم تسمعون الأذان من المسجد يجب عليكم الذهاب إلى المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، ما دام أن المسجد قريب منكم وتسمعون النداء يجب عليكم الذهاب إلى المسجد وأن تصلوا مع الجماعة في المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا عنكم بحيث لا تسمعون الأذان فهيئوا مكانا في المزرعة وصلوا فيه. نعم جميعا.